السلام عليكم. معكم حضرة جديدة إن شاء الله رب العالمين. نتحدث عن المالتي فاكتوريال انهيرتنس. طبعا في السابق كان عندنا حديث على السنجل جين ديس اوردر، انه متعارف عليه، زي ما تجي تتحدث على موضوع سيكل سيل انيميا. سيكل سيل انيميا مثلا او بيتا ثلاسيميا، معروف انه هذه عبارة عن جين بروبلم، فمعناته في اعطاني فينوتوبيك بروبلم. هنا الحديث على مالتي فاكتوريال وكانه بيجي بيتحدث لي بمعنى يعني مختصر في هذا الموضوع، انه في عندنا ماني فاكتورز تمام ذات ار انفولد، هذه الفاكتورز تمام في كوزنج ديزيز. يعني خلينا نقول هنا الموضوع ينحصر يعني ما بين انفايرومنتال وجينيتكس، يعني بمعنى اصح انه ذا ديزيز كان بي كوزد باي نيتشر، نيتشر انفايرومنت تمام، او مثلا نيرتشر، نيرتشر اللي هي عباره عن جينيتيك. اوكي، هذه الاسباب ممكن تكون موجوده. يعني ممكن خلينا نقول بشكل ابسط، بعض من الديزيز تكون عندنا السبب فيها جينيتكس بيور، وبعض ديزيزز عندها الجينيتيك بيلعب دور، لكن في هناك اذر فاكتورز كان بي انفولد في موضوع الديزيز. على هذا الاساس سمينا مالتي فاكتوريال. وهناك قضيه نسبيه، انه قديش ممكن يكون الجينيتيك داخل اكثر من الانفيرومنتال، الانفيرومنتال انفولد اكثر، هذا تعتمد على طبيعه المرض الموجود عندنا، وهذا حنحاول نشوف امثله ليتر اون في هذا الموضوع. اذا هنا بالنسبه لموضوع المالتي فاكتوريال، وهذا طبعا الصحيح طبيعه دراسه المالتي فاكتوريال ديزيز. طبعا بحاول لما انت بتعمل بريدكشن له لابد يكون عندك طبعا اكيد دراسات بشكل او باخر، انك تعمل عمليه استيميشن قديش في عندنا ديزيزز موجوده في البوبوليشن، قديش في عندنا ريلاتيفز مصابين، قديش السيفيريتي بتاعت الديزيز، قديش الديزيز في يعني امونج ريلاتيفز، قديش البريفالنس في الديزيز، قديش الديزيز هذا ممكن يكون مثلا في بلد مش موجود في بلد ثاني، يعني في اللي دخل في موضوع اثنيسيتي وهلم جاره. اذا عوامل كثيره تمام هي اللي بتقدر تدفعني وتعمل لي نوع من الجادج تمام هاو تو ميك بريدكشن فور ذا مالتي فاكتوريال ديزيز ان جنرال. اذا هنا في يعني بهذا الحديث بقول لي في هناك عندي امراض مثلا زي هيد ديسبليجا اللي هو الخلع اللي بيصير في عندنا في بالنسبه لموضوع الجوينتس. اوكي، في عندنا بكون 9 تايمز مور كومن ان فيميل دان ميل، هذا وجدوه من خلال الستاتستكس، معناته انه ممكن يكون عندي الفيميل هناك كوزز اخريات ادت انه هذا الامر يحصل، مثلا هارت ديزيز مور كومن في الميل دان في فيميل، ميل دان فيميل. إذا ممكن نفس القضية الهارد ديزيز ولا العلاقة، وهلما جرى أمراض كثيرة في هذا الجانب بشكل أو بآخر. أوكي، إذا هذا الفكرة من هذه الفقرة الموجودة عندنا هنا. بيجي بيقول لي مثلا هنا في هذا التيبل البسيط الديجري أوف في هذا الأمر، بأنه لو كان عندي اطلع على الديجري، أوكي مثلا أقول أنه في عندي فيرست ديجري ريلاتيف، أوكي ريليشن شيب، بتوقع البرسنتج للجين تو بي كومن 50 ابروكسيميتلي، وبالخصيص في الناس بكون عندي الفادر عنده مشكله، التشيلدرن تاعين مثلا عنده مشكله، او السبلينج اخوه اخوات عندهم مشكله. كل ما ابعدت الديجري ريليتيفز بتقل احتماليه ان انا ممكن اكون مصاب بالنسبه لموضوع هذا الديزيز، اذا كان مثلا في الانت في الانكل في النيز في النفيو هلهم جراء، وفي الجراند بيرنس ممكن لو كانت العلاقه برضه ابعد تمام، فبتقل نسبه انه يكون في عندنا ايش percentage that the gene is involved. وضحت النقطة هنا؟ إذا هنا كل ما جيت تحدث عن مريض في داخل عائلة more close تقدر تحط السبب أكثر genetics أكثر، لكن لما تحس إنه بدأت العملية تبعد أكثر disease في الناس relative أبعد وأبعد، معناته كل ما قلت أو اضمحلت عملية إيش؟ إنه الجينيتيك involvement، معناته أنا بقدر أقول إنه في عنا اللي هو other environmental factors. طبعا المقصود كلمة environmental هنا هي كلمة شاملة، ممكن تكون infection، ممكن تكون chemical radiation، other epigenetic problem، يعني كلمة عامة في هذا الموضوع. اوكي، وهنا بيجي بتحدث لي على neural tube defect، الناس اللي عندهم تشوه خلقي تمام، فبقول لي 3
to 5% if you had a childhood. يعني مثلا انت الان تتوقع يكون في عندك تشايلد عنده بيرد ديفكت نيورال تيوب ديفكت عفوا، اوكي 5% اذا كان عندنا تشايلد، 2 اذا كان عندنا الانت او الانكل عنده، نص في المية اذا كان عندنا كازن وهلم جارة، يعني نفس المعنى بشكل او باخر. طيب على كل كمان في الحديث اساس انه الفكره انه عندما نتحدث على، مش شرط نتحدث كمان على ديزيز، نتحدث فيه على تريت. يعني انا ممكن اتحدث عن ديزيز سواء كان عنده هايبرتنشن سواء كان دايابيتس او عندي مثلا سيكل سيل انيميا اند سو اون، اوكي. لكن كمان ممكن نتحدث على فيتشر، على كاركتر. يعني مثلا اجي اقول سواء كان عندي الموضوع له كوانتيتيف او كواليتيف، تمام؟ يعني ممكن يكون عندي كواليتيف او كوانتيتيف يعطيني انطباع انه ايش الوضع عندنا بشكل او باخر، يعني سواء كان قضيه كميه او قضيه مش كميه، تمام؟ كيفيه ممكن اقدر اسمي هذا الامر برضه له علاقه في انفايرمنتال وعلاقه في هذا الجانب. A qualitative trait is a symbol of the two diseases such as lung cancer or rheumatoid arthritis. تمام؟ ممكن طبعا هذا عمليه نسبيه، تمام؟ وديستنجوش بتوين يعني individuals تختلف من الى في برضه من خلال other factors. وكذلك موضوع quantitative trait، تمام؟ زي موضوع الهايت، الطول، blood pressure كقيمة، السيرم كوليسترول قيمة، body mass index قيمة، ممكن يكون هرمون problem، مشكلة في الفيدينج بروسيس، تمام؟ في عندنا عوامل أخرى ممكن تكون physiological problem، أوكي؟ برضو هذه شغلات ممكن تكون تأثر عليها more than one factor rather than genetics، عندنا other environmental factors. واللي هنا المالتي فاكتوريال ديزيز تريت زي ديج دايابيتس، كلاب فود، كانسر، هايبرتنشن، هذه برضو عباره عن شغلات لها علاقه بالهايتس، كمان الطول، الطول في كثير شغلات لها دخل في موضوع الجينيتكس والانفايرمنتال، يعني مور ذان وان اليل انفولف في موضوع الهايت، تمام؟ مور ذان وان اليل، مش عقد التو اليلز، اذر برضو اليلز في اذر كروموسومز ار انفولد، والانفايرمنتال كمان برضو انفولد في هذا الموضوع. نفس الفكرة، أوكي، اللي النيورال تيوب ديفكت تحدثنا عنها بشكل أو بآخر، بيجي بتحدث لي هنا كمان على أساس إنه إحنا يعني نختصر على الشيء المفيد. Some of the environmental factors include uncontrolled diabetes in the mother. يعني بعض الأحيان في عندي diabetes لكن ممكن يكون عندي other factors أو certain medication، تمام؟ او مثلا بعض احيان ديفيشنسي مثلا ان سيرتين فوليك اسيد. يعني بمعنى اخر لو نطلع على النيورال تيوب ديفكت عندي انا هنا موجود، اوكي، هذا المرض، اوكي، في عندنا طبعا هي مشكله مال فورميشن، اوكي، ممكن يصيب ناس عندهم هيستوري وممكن يصيب ناس عندهم ما عندهمش هيستوري بشكل او باخر، عندهم هيستوري ممكن تكون شغلات جينيتكس، لكن عندهم ناس مثلا عندهم مشاكل غير موضوع الهيستوري انهيريتد، ويكون عنده كمان انفايرمنتال فاكتورز، تمام؟ يكون عنده مثلا بروبلم، عندهم مثلا دايابيتس ان كنترول، عندهم مشاكل على مستوى ميديكيشن، عندهم مشاكل على مستوى فوليك اسيد ديفيشنسي. اذا هذه الفاكتورز، تمام، هي اللي عملت لي دافعيه بانه يكون عندي لور نيورال تيوب ديفكت اكثر من لو كان ناس عندهم ممكن ذا سيم جينيتك بروبلم لكن ما عندهمش دايابيتس، ما عندهمش مشكله في الفوليك اسيد ديفيشنسي، ما عندهم مشكله في اذر ميديكيشن، فمعناته حيختلف عندي النسبه من الى. سو نيورال تيوب ديفكت ار سين 5 تايمز مور اوفن ان فيميل ذان ميل، كمان قضيه الميل والفيميل في عندنا اختلاف في هذا الامر. وكذلك الريسك اوف سكند تشايلد وذ انذر نيورال تيوب ديفكت انكريز سيجنيفيكانتلي، انه في عندي اذر تشايلد كان موجود، فبيعطيني انديكيشن انه ممكن تكون الامور نفس القضيه. والهيب ديسبليجيا نفس الفلسفه ونفس الحديث. هون بيجي بيعطيني توصيف للمالتي فاكتوريال انهيرتنس ان جنرال. بقول لي المالتي فاكتوريال انهيرتنس اولز كولد كومبلكس، طبعا احنا قلنا عنها انها كومبلكس از ابوليجينيك انهيرتنس. المالتيفاكتوريال ار كوزد باي كومباينيشن، يعني احنا عباره عن تاكيد للكلام ليس الا. اذر اكزامبلز بقول لي مثلا فاوند مثلا يكون عندي انا جين في موضوع البريست كانسر، فور اكزامبل بريست كانسر،
ممكن يكون عندي جين على كروموسوم 11 او 6 او 13 او 14 او 15 مثلا او 17 انفولف في هذا الموضوع. تمام، some common chronic diseases are multifactorial disorder. هذا كلمات عامة. بعدين ايش بيحكي لي الكاركترستكس بتاعت المالتيفاكتوريال؟ The disease can occur in isolation with affected children born to unaffected parents. تمام، يعني بيكون عندي صار isolation. ايش يعني؟ انه الaffected children ولدوا من الاب مش affected. ممكن، ليش؟ لانه اكيد مر في ظروف معينه اثرت في هذا الموضوع. هذا مختصر هذا الامر. فمعناته احنا القضيه ما لهاش علاقه في مندلين انهيرتنس بشكل بيور، انه اقول الوالد عنده في عندنا probability لانه الطفل يكون عنده هلما جرى في موضوع السنجل جين انهيرتنس. لكن هنا بقدر يكون عندي اختلاف ما بين الفادر وما بين التشيلدرن، وهذا الكلام له علاقه في مالتي فاكتوريال ديزيز، مالتي فاكتوريال طبعا بروبلم. الانفيرومنتال انفلونس كان انكريز اور ديكريز درس طبعا اكيد زي ما ذكرنا في السابق في موضوع النيورال تيوب ديفكت. تمام، قلنا انه مثلا فور اكزامبل فوليك اسيد ديفيشنسي ممكن يكون كوز في هذا الديزيز. اوكي، شغله ثانيه بقول ديزيز كمان فريكوينتلي في موضوع الجندر. تمام، طبعا موضوع الجندر ميل في ميل، كمان موضوع الاثنيسيتي. تمام، في هذا الامر، هذا كلام عباره عن تاكيد لما ذكرنا سابقا في هذا الموضوع. في عندنا هنا كمان جمله بتحدث فيها عن حاجه اسمها كونكوردنس ريت. تمام، concordance rate in mozygote and dizygote twins contradicted mendelian proportion. يعني بيجي هنا وهذا حنتحدث عنه later on، انه في عندنا اللي هو حاجه بسموها concordance rate اللي هي عباره عن عمليه بتقول لي قديش نلاقي التنين مثلا لهم قرابه في موضوع جينيتكس. تمام، يعني في ريليتد. اوكي، قديش نسبه اصابتهم بمرض معين، سواء كان هذول التنين جايين من مونوزايجوت توينز او دايزايجوت توينز. اذا القضيه هنا هي عباره عن عمليه حسابيه وستاتستيكال يعني ايفالويشن. اوكي، انه كيف ممكن يحصل عندنا ارتباط اثنين افراد مع مرض معين. تمام، سواء كان التنين مونوزايجوت او دايزايجوت. يعني ممكن التنين مونوزايجوت نتوقع ان التنين يكونوا من نفس الامراض بتصيب هنا بتصيب هنا، لكن لا، ممكن يحصل مونوزايجوت ناس بصير معهم وناس بصيرش معهم، معناته في عندي اذر فاكتورز. الدايزايجوت نفس القضيه، في عندنا جينيتكس صحيح ممكن يكون نسبه معينه، لكن ممكن يكون الانفايرومنتال برضه فاكتورز ار ان فول. القضيه هنا هي عباره عن احتساب لقضيه رقميه في هذا الموضوع، في موضوع التوينز ستدي اللي حنتحدث عنها ليتر اون. لانه الكونكوردنس ريت هنا ايش معناته؟ كونكوردنس ريت از ا ميجر اوف ذا ريت اوف ات ويتش، اللي هو عباره عن النسبه ات ويتش بوت توينز بير سبيسيفيك ديزيز. تمام، قديش القيمه بتعلى اذا كان التوينز مثلا عندهم نسبه المرض اكثر من مثلا يعني عند مثلا نعطينا قيمه معينه، يعني البوت توينز بير سبيسيفيك ديزيز، يعني بنقيس قديش التو توينز. هذا في الاخص بالاخص في موضوع دراسه التوينز، كل ما كان عندنا بمعنى اصح تو توينز اوكي عندهم نسبه المرض اللي هو مثلا مونوزايجوت توينز الكونكوردنس عندهم عالي، الكونكوردنس عالي مثلا التنين، وعملنا ستاتستكس لبوبيوليشن كبيره وجدنا تو مونوزايجوت توينز عندهم نسبه ديزيز معين عاليه، الكونكوردنس ريت تمام دائما موجود 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 عندهم، فهذا العلو بيعطيني اشعار بانه احنا جينيتك مور انفولد ذان انفايرومنتال. لو كان عندي مثلا مونوزايجوت توينز ووجدنا انه الكونكوردنس اللي هو اصابه اثنين مونوزايجوت مثلا مصابين بالمرض مثلا في منهم منهم لا منهم منهم لا بنسبه كل ما لا بتزيد هذا الاختلاف، ما معناته بقدر اقول ايش؟ حنتلاقي الكونكوردنس ريت كل ماله بقل، فمعناته وكانه بتيجي بتعطيني اشعار انه في المونوزايجوت توينز انه الجينيتك يعني بمعنى اصح it is not involved so much for making disease. وضحت؟ اذا الكونكوردنس ريت عباره عن قيمه اللي بتحدد لي مدى اللي هو ايش؟ ارتباط تو توينز توجذر with certain disease. وكذلك على الزايغوت توينز نفس المفهوم بشكل او باخر. The disease occurs more frequently in a specific ethnic group. طبعا اكيد
لما انت بتحاول تعمل عمليه تقييم لموضوع مالتي فاكتوريال ديزيز وعمليه البريدكشن بتاعتك، لازم تطلع لموضوع الاثنيسيتي. ما ذكرنا الكلام هذا انه والله مثلا انا بلاحظ مثلا على سبيل المثال في اليابان مثلا الناس اللي عندهم ديزيز هوشكن ديزيز اكثر من امريكا، ممكن يكون دخل في اثنيسيتي، او مثلا الناس بالكوكازيان، ناس بافريكان، في موضوع والله مثلا ديزيز ملاريا او ديزيز سيكل سيل اند سو اون، الهيسبانيك برضو بيبول، هذه كله لازم انت تحطه في الاعتبار اللي هي موضوع الاثنيسيتي، انه ممكن تكون عباره عن فاكتورز انفولد في موضوع الديزيز. هنا نقطة في هذا الجانب بتحدث بشكل آخر كتقييم. إيش يعني؟ بيجي بيقول لي إذا أردت أنت تعمل عملية يعني تقييم للديزيز وتشوف الديزيز هذا اللي أنت بتحاول تقيمه مدى ارتباطه بالنيتشر اللي قلنا عنه environment، أو مثلا بالنيرتشر اللي هي عبارة عن الجينيتيك، هذا المصطلح نيتشر ونيرتشر، ان يو ار تي يو ار اي نيرتشر، تمام. فعلى اساس نعمل احنا عملية ديستينجويش، تمام، ذا ديزيز ريليتد تو ذا جينيتكس مور ذان انفايرومنتال اور تو ذا انفايرومنتال مور ذان ذا جينيتكس. قال والله في عندنا اللي هو دراستين، دراسة التوينينج اللي هم التوينز بسموها توينز ستادي، توينز ايش؟ استادي، تمام. والتوينز استادي هنا صحيح، وفي عندنا طبعا دراسه اخرى ذكرها تحت اللي هو ادوبتيف استادي، تمام. التوينز استادي الحقيقه طرقت الى انا قبل يعني لحظه بانه ذكرت ان هناك دراسه لموضوع مونوزايجوت توينز وداي زايجوت توينز، تمام، في اللي هو علاقة مرض معين مع هدول الأشخاص. وقلنا مونوزايجوت ودايزايجوت توينز، فهمنا إيش معنات مونوزايجوت، يعني اثنين جايين من نفس البويضة، الدايزايجوت إنه كل واحد جاي عندي أنا من بويضة. فالآن قالوا دراسة التوينز ستادي تعتمد على الكونكوردانس ريت، تمام، الكونكوردانس ريت. الكونكوردانس ريت هنا مرة تانية بقى بأكد عليها انه how two people، تمام، monozygote twins are concordant for a disease is a powerful method for determining whether the genotype alone is sufficient to produce particular disease. ها يعني معناته انه نشوف الكونكوردانس ريت، تمام، هو بيعطيني ايحاء انه بالفعل هل الجينيتكس انفولد اكثر من الانفايرمنتال او العكس في هذا الموضوع. وضحت؟ وهذا الكلام اكيد خارج عن سياق مندل في هذا الموضوع. فمثلا انا عندما اتحدث على السيكل سيل انيميا، السيكل سيل انيميا طبعا باجي بقول هذا اكزامبل لمندليان ديس اوردر، اوكي، انه في عندنا التوينز عندهم مونوزايجوت سيكل سيل ديزيز، معناته هذا بقدر اقول له احنا جينيتكس. ليش؟ لانه في عندنا بيوريتي في الموضوع انه الجينيتكس هي المسؤول عن هذا الموضوع بشكل او باخر. نحدث مثلا على موضوع الديابيتس ميليتس، فور اكزامبل ديابيتس ميليتس، ديابيتس ميليتس مثلا بيجي بيقول لي انا the other twins will also play have a type 1 diabetes mellitus in only approximately 40% of such twins. اذا type 1 diabetes mellitus بتلاحظ عندنا الكونكوردانس، تمام، 40% disease concordance، تمام، 40% معناته احنا وكانه انت بتقول لي توينز 40% معناته فيه توينز ناس عندهم دايابيتس ناس ما عندهمش دايابيتس، ذاتس رايت. هذا معناته انه الكونكوردانس از فار اواي فروم 100%. لو عندي الكونكوردانس 100% في المونوزايجوت توينز، او معناته احنا وي ار سترونجلي ايفيدنس اوف ايش، انه في عندنا جينيتكس، تمام، ما فيش عندنا اذر فاكتورز في هذا الموضوع. وضحت؟ إذا كل ما اقتربنا من المية، كل ما قلنا إنه إحنا عندنا تو مونوزايجوت توينز، تمام، الديزيز له علاقة في جينيتكس ريدر دان انفايرومنت قلت، معناته في عندنا أذر فاكتورز في هذا الموضوع. أوكي، أوكي، هذا بيجي بتقول لي التيبل بوضح لي، بقول لي والله عندي أنا هنا في الكونكوردانس ريت قيمة
in monozygote and dizygote twins for the various multifactorial disease. وذكر لعدة أمراض بشكل أو بآخر. طبعا إحنا هنا بالنسبة للديزيزز عندنا في عندنا ديزيز ممكن يكون سايكولوجيكال ديزيزز، عندنا اوتو اميون ديزيزز، عندنا مالتيبل سكلوروسز، عندنا دايابيتس، شيزوفرينيا. اوكي هذه ديزيز في عندنا قيم هنا في المونوزايجوت توينز. اذا كل ما احنا رحنا على قيمه اكثر في المونوزايجوت توينز لمين؟ للكونكوردنس ريت، كل ما احنا كانت الجينيتكس انفولد اكثر في الديزيزز بشكل او باخر. الدايزايجوت توينز هنا ما وصلناش لحكامية، لأن بنحكي على دايزايجوت معناته 50، يعني الجينيتكس 50% انفولد، عشان هيك بتلاقي القيمة عندنا واطية مقارنة مع ال 50. يعني مثلا سيستم جلوبس اريتروماتوسس يعني حاطط ليها مثلا هنا زيرو في الدايزايجوت، احنا وي ار فار اوي تمام، هنا 22 وي ار ليتل بيت فار اوي كمان. عندي مثلا نطلع على مالتيبل سكلوروسز في المونوزايجوت 18 تمام، هنا يكون عندنا كقيمه طبعا هم من خلال ستاتستيكال ستادي انه معناته او وي ار ليتل بيت فار، معناته في عندي اذر فاكتورز انفولد، ممكن يكون عندي انفكشن تمام، ممكن يكون عندي اذر كيميكلز، عندي بجينيتيك بروبلم تمام، هذا امر ممكن يحصل عندي. روماتويد ارترايتس عندي 12، معناته في عندي اذر از اوتو اميون ديزيز، عندي اذر فاكتورز زي ما ذكرنا في عندنا a lot of factors can involve في موضوع الاوتو اميون ديزيز، زي موضوع اللي هو النيوكليار ميميكري اذا احنا ذاكرين في هذا الجانب. سورايسيس برضه اوتو اميون لكن عنده نسبه عاليه في هذا الموضوع. القضيه هنا العلاقه بدراسه لطبيعه الجينيتكس موجوده ودراسه لطبيعه الاعداد اللي من نفس المونوزايجوت توينز، قديش ممكن يكون فيهم ناس لهم علاقه في هذا الجانب. اذا هذه دراسه مونوزايجوت توينز. الدراسة الأخرى عندنا هنا اللي هي الادوبتيف ستادي، كومبير ديزيز ريت امونج ادوبتيف اوف سبرينج اوف بيرنت افكتد وذ ا ديزيز تو ذا ريت امونج ادوبتيف اوف سبرينج اوف ان افكتد بيرنتس از ا كنترول بوبوليشن. ايش يعني عندي المقصود في الموضوع هذا بشكل مختصر في موضوع الادوبتيف ستادي؟ الادوبتيف ستدي انه احنا بنقارن تريت عباره عن خاصيه تمام موجوده عند الانديفيديوال. يعني مثلا لو قلنا بشكل او باخر، خلينا نقارن كمثال، لو اخذنا عندنا تو مونوزايجوت توينز اوكي، ولهدول الاثنين اطفال، واحد حطيناه في كونديشن سوبر من ناحيه everything، من ناحيه الهيلثي، من ناحيه الايكونوميك، من ناحيه السوشيال 100%. اوكي وصار له جروث هذا التشايلد في هذه الكونديشن، ونفس المونوزايجوت قلنا الطفل الاخر التوأم الاخر المتماثل وضعناه في بيئه عكسيه تماما عن البيئه الموجوده عندي هنا، ايش حلاحظ؟ ممكن وانا هذاك المريض الطفل الموجود في هذا الظرف السيء ممكن يحصل عنده مشاكل تمام، زي موضوع مثلا شيزوفرينيا على سبيل المثال، انفصام شخصيه، ما اكتئاب بروبلم، ممكن يصير عنده دايابيتس، ممكن يصير عنده اذر ديزيز، لكن هذاك ممكن ما يكونش عنده صار. وهذا الكلام معناته ايش بقول لي؟ بقول لي لو انا هنا وجدت انه بالفعل الوضع وضعه سيء، ظروفه ما زال متماسك، فيش عنده اشكاليه في ظل الظروف الصعبة، بنقدر نقول أوه الظروف الصعبة يعني هذه ما لعبتش دور كتير في إنها تقدر تغير من التريت اللي عند الطفل هذا. لكن لو صار عندي مشاكل في التريت بغض النظر إيش طبيعة البروبلم تمام، سواء كان سايكولوجيكال بروبلم أو فيزيكال بروبلم أوكي، على مستوى ديزيز أوكي، بنقدر نقول إنه والله هنا في عندنا تأثير لمين؟ لا الأدوبتيف معناته التأقلم والتعايش مع بيئة جديدة أو بيئة مختلفة. أوكي؟ إنه بيئة إيش مختلفة. هذا الكلام إحنا بنقدر نسميه أو بسموه العلماء أدوبتيف ستادي، إنه إحنا بدنا نحاول ندرس التوينز في بيئات مختلفة ونشوف هل عملت هذه البيئات المختلفة إسقاطات على هدول التوينز بوجود مختلف على أمراض معينة أم لا. إذن هذا جانب من الدراسات اللي بيعطيني دلالات انه بالفعل هل الانفايرومنتال انفولد اكثر على الديزيزز
او على الكاركتر او التريت، تمام، سواء كان كوانتيتيف او كواليتيف، ام انه هو في عندي اذر فاكتورز انفولد في هذا الموضوع.